هل راح يكون في ثلوج في نهاية الشهر؟ ومنظومة جوية عم تتغير والأجواء عم تتغير، خلينا نفهم أكثر إيش هالأشياء في آخر التحديثات من مركز طقس العرب بتاريخ 18/1. بداية خلينا نحكي بشكل مبسط إنه الأجواء حالياً عم بتكون مربعانية ولكن مش كتير شتوية أو مش عم بتكون كتير باردة. بشكل عام متوقع وعم نراقب في نهاية الشهر إنه يكون في تغيير على هاي المنظومة الجوية واللي أكيد راح تؤدي لأجواء أكثر برودة قادمة إلى المملكة إن شاء الله، وأيضاً فرص واحتماليات لسقوط الثلوج. ولكن موضوع الثلوج هو موضوع شائك، تحديداً إنه إحنا عم نحكي على فترة بعيدة نوعاً ما، وهذا الشيء لحتى نعرف عنه أكثر ونعرف ليش إحنا ما بنقدر نحكي 100% راح يكون موجود ثلوج أو إيش المناطق اللي عم تتأثر فيها، لازم نفوت ونشوف فريقنا في مركز التنبؤات الجوية ليحكوا لنا أكثر كيف التفاصيل راح تكون إن شاء الله. يعطيكم العافية. عم نراقب في مركز التنبؤات الجوية في طقس العرب تغييرات هامة راح تطرأ على الحالة الجوية مع الأسبوع الأخير إن شاء الله من شهر كانون ثاني يناير، بتتمثل بعودة المنخفضات ذات الطابع الشتوي والأكثر عمقا على المنطقة. بدنا نحكي عن الفترة السابقة شوي، تأثرت المملكة بعدة منخفضات جوية جلبت كميات ممتازة من الأمطار، لكن بالرغم من هذه الأمطار تعتبر هذه الحالات ليست بالعمق الكافي حتى تصنف أنها ذات طابع شتوي بسبب ضعف الدوامة القطبية بالفترة الماضية. لو بدنا نحكي شوي عن القبة القطبية، هي عبارة عن منظومة من الضغط الجوي المنخفض بتنشط فيها المنخفضات الجوية في الدائرة القطبية الشمالية، وبتنشط فيها حركة الرياح بسرعة شبه إعصارية بهذه المنطقة. الفترة الماضية ما كان هذا الإشي موجود وكان في ضعف في القبة القطبية. التغيير اللي راح يطرأ إن شاء الله مع الأسبوع الأخير إنه في تعافي للدوام القطبية ومنخفضات جوية راح تنشط بأماكن هامة في الدائرة القطبية الشمالية، الأمر اللي راح أدي لتغيير حاد في التيار النفاث القطبي وتعرج باتجاه المنطقة، الأمر اللي راح يؤدي إلى انحدار رياح باردة وقطبية نحو جنوب شرق أوروبا والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. هذا الإشي راح يعمل على حدوث انخفاضات حادة على درجات الحرارة في المنطقة ككل وأمطار أعلى من المعدلات العامة، بالإضافة إلى تشكل موجات برد وانجماد وصقيع. ولو شفنا الخريطة اللي بتمثل الأنظمة الجوية بنلاحظ تعرج التيار النفاث المتوقع بالأسبوع الأخير من شهر يناير كانون ثاني، بنلاحظ تعرج نحو المنطقة. هذا الإشي زي ما حكينا راح يدفع برياح قطبية نحو المنطقة، راح يتشكل على إثرها موجات برد وانجماد وصقيع في مختلف الحوض الشرقي للبحر، مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. من ناحية الثلوج والنظر للموضوع من الحسابات إحصائية وأنماط سنوات التشابه، تعتبر فرصة حدوث موجات انجماد وصقيع وثلوج مرتفعة إلى متوسطة مع هيك أنظمة راح تأثر علينا بالأسبوع الأخير من شهر يناير كانون ثاني. لكن لبعد الفترة الزمنية بكون في تشويش بالنماذج العددية بهيك حالات، فنتطلب أنه نطلق تحديثات وإصدارات على الحالة الجوية يوم بيوم عشان نتابع آخر التطورات، ورح نزودكم بآخر تطورات الهامة للحالة الجوية حالة صدورها إن شاء الله تعالى. كانت هاي أهم التطورات والتحديثات بمركز طقس العرب بتاريخ اليوم. رح نكون معاكم يوميا في أهم التطورات والتحديثات، ورح نترك لكم مكان في التعليقات تكتبوا لنا أسئلتكم لحتى نجاوبكم عليها كمختصين من مركز طقس العرب.